السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ النهاردة هو فيديو جديد ان شاء الله على قناتي، قناة الاستاذ اشرف عفيف على اليوتيوب، قناة خاصة برسوم المناظر الطبيعية ورسوم الثري دي وتعليم الخط العربي ومزيد من الرسوم ان شاء الله قريب. احب اشكر كل واحد دعمني وعمل لي لايك واشتراك في قناتي. ان شاء الله اعمل كل اللي عندي عشان اقدر ارضيكم كلكم ان شاء الله. وإن شاء الله النهاردة فيديو جديد، رسمة بسيطة كده ورسمة سهلة كده إن شاء الله، رسمة منظر طبيعي بكل بساطة وكل سهولة زي ما اتعودنا مع بعضنا. وإن شاء الله قبل ما نخش الفيديو أتمنى دعم من حضرتكم، ولو لايك بسيط واشتراك في قناتي أكون شاكر لحضرتكم قوي وأكون ممتن لحضرتكم قوي على دعمكم ليا. دعم بسيط من حضراتكم قناتي هتكبر ان شاء الله، وهتبقى قناه كويسه ان شاء الله، قناه تعليميه اقدر اعمل فيها كل اللي انا عاوزه ان شاء الله. وان شاء الله اخش في الفيديو، وقبل ما نخش في الفيديو نسمي الله ونذكر الله ونصلي على الحبيب، وان شاء الله نتقابل قبل نهايه الفيديو.
ورجعنا لحضراتكم تاني بعد انتهاء الرسمة. يا رب نكون كلنا استفدنا من الرسمة وتعلمنا منها رسمة بسيطة وسهلة، منظر طبيعي بكل بساطة كل سهولة على قناتي، قناة الأستاذ أشرف عفيف على اليوتيوب. أتمنى دعم من حضراتكم بسيط عشان قناتي تكبر، وأتمنى اشتراك من حضراتكم وتقفوا جنبي عشان قناتي تكبر إن شاء الله. وشكرا على مشاهدة حضراتكم، وانتظروني وفيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.